رؤيا في دقيقة. رئيس مجلس إدارة شركة TAI للصناعات الدفاعية والطيران التركية يؤكد أن النسخة الثانية من المحرك الوطني ستكون جاهزة للاختبار في غضون أسبوعين. شركة روكيتسان للصناعات الدفاعية تؤكد أن نظام إطلاق الصواريخ ياتاغان الخاص بالحرب المكتظة بالمساكن بات جاهزا قبل الفترة المحددة. امتلاك العقارية في تركيا، خلاصة المشاريع بين يديك. رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا يقول إن الاتحاد على استعداد لعقد لقاءات مباشرة بين الجانبين التركي واليوناني لحل النزاع القائم. رئيس الوزراء الإيطالي يشير أن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي تركت قنوات الأجندة الإيجابية والحوار مفتوحة في علاقاتها مع تركيا. تركيا في دقيقة.